ومين يلي قال لك انه الستره هي بس بالحجاب؟ ولك انت بدك تعارضي الشرع كمان؟ صلاح الله يرضى عليك بلا انفعال. الدين والايمان بعمرهم ما كانوا بالمظاهر. اي مزبوط، بس المظهر جزء مهم. ليك يا ابني، الحجاب هو حجاب النفس، والمظهر الخارجي بعمره ما كان بيعبر عن دواخل الانسان. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرف كتير منيح شو في بالنفوس، والمظاهر ما راح تغير شيء. بعدين اذا معتبر حالك مؤمن حقيقي عن جد، فلازم تعرف انه التكفير ما هي من صفات المسلم الحقيقي، وما فيك تجبر حدا على شيء. واذا معتبر الشيء اللي عم تتعلمه والشيء اللي عم تفكر فيه هو الصح، فانت عليك انه تأشر، وما فيك تطلب من حدا انه يقتنع باللي انت مقتنع فيه. لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. يعني حضرتك عاجبك المنظر يلي عم تطلع فيه بنتك كل يوم على الجامعه؟ صلاح بلا انفعال. بعدين انا مالي شايف اختك عم تلبس شيء ضد الدين وضد المجتمع، والاهم من هيك انه كل واحد عليه من حاله. واذا بدك رايي مزبوط، فاللي مو عاجبني فيك هو طريقه تفكيرك والشيء اللي عم تعمله، وانا ما عندي خبره. انتوا هيك على طول، اي شيء بعمله ما بيعجبكم، حتى ايماني بدكم تحسسوني انه غلط. لا حول ولا قوه الا بالله. ولك يا ابني والله ما حدا بده يحسسك انه غلط، بس لما بيكون الايمان بالطريقه يلي انت وامثالك عم يفكروا فيه والقائم على تكفير الناس، ايه ساعتها بيكون في شيء غلط. لانه ربنا سبحانه وتعالى اعطانا العقل وقالنا الخطا بين والصح بين، وترك لنا حرية الاختيار والتفكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ولك يا ابني والله ما بكفي إنه نحفظ كلام الرب سبحانه وتعالى ونردده بدون ما نفهمه. هذا الكلام اللي عم تقوله كتير كبير وبده شرح كتير، وبعدين ما له علاقة بالشيء اللي فهمانه أو مفهمينك يا عبس. عن جد انتو عبس. روحوا الله يهديكم. صلاح أبو صلاح اتركوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، عن جد هالولد بده يجيب آخرتي. يا بابا طول بالك، فوتي انتي، فوتي على دراستك، ما الله يرضى عليك. الله وكيلك، ما عم بعرف كيف بدي اتعامل معه. معلش معلش، طول بالك طول بالك، اقعد اقعد لقلك إلا ما يرجع لعقله. طول بالك. إمتى؟ إلنا سنين عم نحكي معه نفس الكلمة، وعباس راح وغاب وما بعرف شو خبص، وهلأ راجع بده يهدينا وعم يكفرنا على الطالع والنازل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أعلم وين عم يروح ومع مين عم يقعد. شو قصدك؟ أم صلاح، أنا خايف هالمرة نخسره للصبي عن جد. شو؟